أولاده تزوجوا كلهم وبقي هو وزوجته وعندهم خادمة وسواق في البيت. فماتت الزوجة، فاضطر الأب هذا الشيخ الكبير أن يذهب ويسكن عند أحد أولاده. سكن عند أحد الأولاد، فكان هذا الولد يتحمل أباه ويقوم بشؤونه وكذا. لكن جلس عند الشهر شهرين، وتعلمون إذا كان الشيخ كبيرا أحيانا، أو الأم أيضا إذا كانت عجوزا، يبدأ أحيانا يتدخل في أشياء. الزوجة زوجة الابن اللي هو صاحب البيت تحملت، ثم أقبلت إلى زوجها، قالت أبوك هذا يفعل، أبوك تعبني، أبوك، وهو في كل مرة يرضيها. يا ليت قطع الأمر من البداية وقال اسمعي عاد، تشتكين من السواق نقبل، تشتكين من الشغالة نقبل، تشتكين من الجيران نقبل، تشتكين من إخواني أخواتي عماتي خالاتي أبنائي أقبل، أما أبي فلا أقبل فيه حرفا واحدا، إن استطعت أني أتفاهم معه طيب، ما استطعت نصبر عليه، يبقى أن هذا أبونا. لكنه ما قال هالكلام، ضعيف ومسكين وتكفين وخليه وحرام عليك ومدري إيش. يوم من الأيام جاءت الزوجة قالت اسمعات، لما رأت أنه فتح لها المجال الزوج قالت اسمعات، قال نعم، قالت يا أنا يا أبوك في هالبيت، يا بنت الناس خليك عاقلة، قالت لا ما في، يا أنا يا أبوك في هالبيت. فبعد المداولات مع فضيلتها اتفقا على أن يسكن الأب في الملحق الذي في الدار، فيلا فيها حوش وفي ملحق غرفة خارجية مخصصة للسائق غالبا. فقالت خلاص تسكن أبوك في الملحق، تسكن أباك في الملحق، يا بنت الناس أبوي في الملحق زي السواق، والله تبغانا يقعد في البيت يطلع أبوك من عندي. جاء إلى أبي قال يبا، قال نعم، قال يبا إيش رأيك ننقل غرفتك إلى الملحق، أنفه وأشرح وأقرب للشمس وأحسن تهوية وأوسع لصدرك، ما شاء الله ما دام الملحق بكل هذه المميزات لماذا لم تضع غرفة نومك فيه؟ ما دام كل هالمميزات في الملحق ما شاء الله. الأب يفهم ليس غبيا ولا مخرفا، لكن ماذا يقول؟ قال خلاص اللي تشوف. جاء أخذ الفراش وضعه في الملحق، وصارت الزوجة خصصت صحنا معينا للأب، صحنا من البلاستيك القديم يوضع فيه طعامه ويذهب به إليه، يوم الشغالة يوم واحد من الأولاد يذهب به إليه. أما الصحون الصين، صحون الزجاج، طقم السفرة، لا لا هذا ما يروح للشايب، هذا للبيت. أما هذا فودوه للشايب. صار الصحن هذا رايح وراجع، رايح وراجع، والشايب مسكين مهمل، يعني استغفر الله لو أنه يمكن حيوان عنده يمكن ما يهمل هذا الإهمال. مضت الأيام وكتب الله تعالى على الشيخ الكبير ما كتب ومات. مات، انتهى عمره. غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، ثم تلقى العزاء يومين ثلاثة، وأقبل هذا الرجل مع ولده الصغير، عنده ولد صغير أبو 10 سنوات، أقبل لأجل أن ينظف المكان الملحق، ينظفه بعد موت الأب. أقبل وجعل يجمع ينظف المكان وما أوسخه، جعل ينظف المكان. الولد الصغير أبو 10 سنوات وقعت عينه على هذا الصحن، أقبل مباشرة أخذ الصحن وجعله معه. قال أبو ارمه، ارم الصحن، يع هذا خلاص نرميه، ارم الصحن. قال لا أريده، أريده، أبغاه. قال ماذا تريد من؟ قال أريد الصحن يا أبي حتى إذا كبرت أضع طعامك فيه. يقول الصغير هذا أبغى الصحن حتى إذا كبرت أحط لك أكلك فيه. الأب سمع هالكلمة من الابن وكأنه كان حوله ضباب وغيوم وانقشعت، صرخ بأعلى صوته وقع على الأرض يبكي ويبكي، ينظر إلى فراش أبيه، أقبل ألقى بنفسه على فراش الأب، فراش متسخ جعل يضمه إلى صدره ويشمه، أقبل إلى المخدة جعل يضمها إلى صدره، يبكي وينتفض، ينظر يمين فإذا بقايا طعام مرمي، ينظر يسار فإذا بجانب الفراش فنايل وسخة. كان الشيخ الكبير ينزع الفنيلة ويلبس ثانية،
ثم يضطر إلى أن يرجع إلى الفنيلة الأولى الوسخة لأن ما حد غسل ملابسه، يلبسها مرة ثانية. جعل ينظر إليها ويبكي بأعلى صوته ويضمها ويشمها، يتمنى لو استطاع أن يخرج أباه من قبره ليقول له: يا أبوي أنا آسف، أنا ما قمت بحقك، أنا كنت أعتبرك زايد عندنا في البيت. أنا يا أبوي أتمنى الآن لو تنطبق السماء على الأرض في سبيل أني أقدر أطلعك من قبرك. أنا آسف عن كل ما مضى، آسف على الأوقات اللي كنت تجلسني وحدك ما أحد يجلس معك، أنا آسف على الطعام اللي كان يأتيك اللي كنا ما نرسله للسواق، أنا آسف يا أبوي أن احنا كنا مهملين ملابسك، مهملين اغتسالك، آسف يا أبوي أني ما كنت آخذك بيدك وأحملك على ظهري أو أدفعك على كرسيك وأذهب بك إلى المسجد. أنا آسف، أنا آسف، ما كنت أتصور أني سأصل إلى هذا الحال. لكن خلاص مات الأب، يطلع يقدر يطلع من قبره لأجل أنه يحسن إليه، مات. باب كان مفتوحا له إلى الجنة فأقبل وركله برجله، قال ما أبغى أدخل، أبوك عندك ممكن تدخل من خلاله إلى الجنة، ما أبغى أدخل، يركله برجله. فلما أغلق الباب جعل يبكي ويقول: يا حسرة على ما فرطت.